الدرس الأول: الدستور والسلطات السياسية في الدولة. مفهوم الدستور وأهميته: نشاط 1 ألف، نتوزع في مجموعات ثم نقوم بما يأتي، نفكر ونبحث عن أنظمة وقوانين وتعليمات في مدرستنا وندونها، نتحاور في أهمية وجود الأنظمة والقوانين في مدرستنا. نشاط 1ب: من مواد مسودة القانون الأساسي الفلسطيني نقرأ ثم نستنتج. فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية، والشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها، ونظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، والفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. القواعد القانونية التي تضمنتها مسودة القانون الأساسي الفلسطيني. نحن تعلمنا: الدستور هو مجموعة القوانين والقواعد المعمول بها في الدولة، وهو أعلى وأهم وثيقة قانونية فيها. لكل دولة دستورها الخاص بها، وفي فلسطين وضعت مسودة القانون الأساسي الدستور بعد أن شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية لتخدم المرحلة الانتقالية في حصول الشعب الفلسطيني على الاستقلال. أهمية الدستور: يحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة وديانتها ولغتها الرسمية وعاصمتها وعلمها. فمثلا ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن فلسطين عربية، عاصمتها القدس، والديانة الرسمية الإسلام، واللغة الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم ديمقراطي. يحدد حقوق المواطنين ويكفلها مثل تمتع جميع المواطنين بالحرية والأمن الشخصي وحرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والأحزاب، ويحدد واجباتهم مثل احترام القوانين والدفاع عن الوطن والمحافظة على الممتلكات العامة. يحدد مهام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. السلطات السياسية في الدولة: نشاط 2، نلاحظ الصور ثم نفكر ونستنتج. السلطات 3: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. السلطات السياسية: اسم المؤسسة الحكومية الفلسطينية المسؤولة عن كل سلطة. بعد أن تعلمت، السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ما المفهوم الذي يطلق على مجموعة القوانين والقواعد المعمول بها في الدولة؟ الدستور. كم يبلغ عدد السلطات السياسية في الدولة؟ 3 سلطات. بما تتمثل السلطة التشريعية في دولة فلسطين؟ بالمجلس التشريعي. السؤال الثاني: أقارن بين مهام كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. السلطة التشريعية هي السلطة المخولة لسن القوانين والتشريعات في الدولة، وتكون متمثلة في مجلس النواب أو البرلمان المنتخب من الشعب. السلطة التنفيذية هي المخولة بتنفيذ القوانين والتشريعات الدولة والإشراف على الشؤون الإدارية وغيرها من المهام التنفيذية، وتكون متمثلة في الرئيس والحكومة وما يندرج تحتهما من وسائل وأدوات لتنفيذ سياسة الدولة. السلطة القضائية فهي المختصة بجانب القضاء وفصل المنازعات وإقامة العدل في البلاد. السؤال الثالث: استنتج أهمية كل من الدستور. وللدستور أهمية بالغة من الناحية القانونية والسياسية، فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تضمنها الوثيقة الدستورية والوثائق الأخرى ذات الطابع الدستوري. الفصل بين السلطات السياسية يبدو من خلال بساطة وسهولة التطبيق،
السليم لهذا المبدأ حسب الأصول السياسية يؤدي إلى احترام كل سلطة وعدم تداخل السلطات، ومن خلال الرقابة التي تقوم بها كل سلطة على الأخرى يحد من المخالفات والاستيلاء على السلطة بيد جهة واحدة.